عسلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد. الناس الكل تستنى في 14 نوفمبر باش تعرف اسامي الملاعبية نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي باش تشارك رسميا في كاس العالم. باش نحاولوا نطلعوا القائمه نتاع جلال القادر، تتكون من 26 ملاعب. كيف كيف الاخبار اللي قاعد يدور توا خاصه في الفيسبوك ولغه معاقبه الفيفا للمنتخبات نتاع المنتخب الوطني التونسي بانجليزي يا مرسي. علاش خاطر سي قديش الوزير نتاع الرياضه يتدخل في الشؤون نتاع الجامعه التونسيه؟ يا قديش مانيش نحاميه على سي وديع الجاريه، لكن راهو مش في يوم وليله باش نجم نطيح وديع البديع. وديع لازمك تتبعه برشا، تعرف خيوطه فين، تعرف الفساد نتاعو فين. صحيح قوي بالوثائق، لكن الناس الكل شفنا زاد ضعفه بالوثائق ضد هلال الشابه والقضايا نتاع هلال الشابه. دونك كانك انت كوزير تحب تنظف الجامعة متاعك، ما عليك كان تقدم مستندات وتقدم شهيد تخلي الفيفا أصلا في حد ذاتها تعزل وديع الجاري والمنظومة متاعه. إن شاء الله في الأيامات القادمة باش نعرفوا أكثر على الدوسي هذا. توا جاء الوقت متاع قائمة 26 ملاعب إن شاء الله اللي حاسب رأيي باش يكونوا حاضرين في كاس العالم. لكن قبل كل شيء كالعادة، كانك مش مشترك في القناة اشترك، جاي من الفيديو ادعس زر لايك باش الفيديو يوصل غيرك، وهكا ما بقالي كنقول لكم يلا بينا. دونك باش نتفاهموا في حاجه، القائمه هذه باش تكون حسب رايي، باش تكون موضوعيه، وباش تكون زادة حسب اختياراتي. انت بطبيعه الحال يمكن تختلف معايا في الاختيارات، ما عليك ان تكتب القائمه نتاعك في التعليقات. دونك من غير ما نضيعوا برشا وقت، بالنسبه لي القائمه باش تكون موضوعيه حسب اخر قائمه للمباراه اللي اقيمت بين المنتخب التونسي والمنتخب البرازيلي. القائمة كان فيها ثلاثة حراس، كان فيها دحمان اللي نتصور باش يكون الحارس رقم واحد للمنتخب الوطني التونسي في كاس العالم، بشير بن سعيد حارس رقم اثنين، والدبشي هو باش يكون الحارس الثالث. علاش؟ خاطره موجود توا يلعب في الترجي التونسي، خاطره اليوم بالتحديد لعب لقاء متاع هلال الشابه. دونك الثلاثي هذا هو اللي باش يكون حاضر مع جلال القادري. بالنسبه للمدافعين نبداو بديلان برون. ديلان برون بالرغم معناها قاعد يلعب في دقيقه واثنين مع فريق سلرنيتانا، ماهوش قاعد يشارك جمله في الاونه الاخيره باش يكون حاضر. نادر الغندري كيف كيف اللي ما عندوش مباريات في ساقيه مع النادي الافريقي باش يكون حاضر. بلال العيفه بطبيعه الحال باش يكون حاضر. الطالبي ما غير ما نحكي، ومحمد دراجر والمستوى الطيب خاصه في الماتشوات الاخرى وبدا يسجل في الاهداف المدافع هذايا باش يكون حاضر. حمزه المثلوثي اللي اختير في اخر مباراه للزمالك كرجل المباراه بطبيعه الحال باش يكون حاضر. وبالنسبه لي كمدافع ايسر باش يكون موجود علي العابدي وعلي معلول، باش يكون زاد فما ملاعب اخر موجود اللي هو يان فاليري. دونك هكا حسب اخر قائمه جلال القادري باش نضحي بزوز مدافعين اللي هما عمر الرقيق، والملاعب الاخر هو رامي كعيب. علاش؟ خاطر زوز الملاعبيه هذوما ماهمش قاعدين يلعبوا مع الفرق نتاعهم. كيف كيف زوز الملاعبيه هذوما معناها التاثير نتاعهم ماهوش باش يكون تاثير كبير. وبالنسبه للمدافعين هذوما هما الموجودين، ممكن على الجهه اليمين دراجر البلاصه نتاعو محجوزه، في اللاكس باش يكون الطالبي بلاصته اساسيه، وعلى الجهه اليسرى علي معلول بلاصته اساسيه. دونك مازال الملاعبي اللي باش يكون في المحور مع الطالبي هو نقطه الاستفهام، لكن هذوما هما المدافعين. بالنسبه لوسط الميدان إيش عليه اللي باش يكون فيه؟ محمد علي بن رمضان، باش يكون فيه سيف الدين الخاوي المتألق في البريود الأخرى مع فريقه كليرمون الفرنسي، وإن شاء الله يواصل سيف الدين الخاوي الخاطر ونشوفه هو الملاعب الأكثر اللي يمشي مع الأربعة أربعة اثنين، يكون قدام الثلاثة البيفوات. عيسى العيدوني، حنا بعل المجبري اللي كيف كيف قاعد يتألق مع برمنغهام وقاعد ياخذ في وقت كبير مع الفريق هذايا. كيف كيف الفرجيني ساسي بالرغم المردود نتاعو ماهوش حاجه كبيره مع الدحيل، ماهوش معناها قاعد يتألق، قاعد يعطي في اسيست والا يسجل، قاعد يلعب في دقائق، لكن ماهوش المستوى نتاع الفرجيني ساسي اللي نعرفوه. والياس السخيري بطبيعه الحال اللي متألق مع فريقه كولن الالماني اللي بطبيعه الحال باش يكون هو مركز نواة المنتخب. دونك خط الوسط نتاعي باش يكون فيه سبعه ملاعبيه، الشعلالي محمد علي بن رمضان، سيف الدين الخاوي وعيسى العيدوني وحنا بعل المجبري وفرجاني ساسي والسخير. بطبيعة الحال باش تسألني على بن سليمان اللي حطيته في منطقة الهجوم كما حطوا جلال القادري في الليست الأخرى. دونك بن سليمان وهب الخزري، سيف الله الطيف باش نحيه، دونك باش يبقى المساك نسليتي الجزيري وعصام جبالي وطه ياسين الخنيسي. دونك في الهجوم باش يكون معايا بن سليمان وهب الخزري،
المساكني سليتي الجزيري عصام اجبالي والخنيسي. نعاود نذكر بالملعبيه اللي تخليت عليهم حسب قائمه جلال القادري الاخرانيه، وين نحكيو على شايم اجبالي، نحكيو على مرتضى بن مونيس، ونحكيو على عمر رقيق، ونحكيو على رامي كعيب. دونك هذه هي القائمه متاعي حسب تكهناتي. نستنى منك انت القائمه متاعك تكتبها في التعليقات. ان شاء الله نستناو جلال القادري والقائمه متاعو يوم 14 نوفمبر. ان شاء الله يعيط للملاعبي اللي يستحق، ان شاء الله يعيط للملاعبي اللي نجم يعطي الاضافه. ما نعاودوش نقولوا اللي عندنا فرصه راه ضد المنتخب الدنماركي. صحيح المنتخب الدنماركي منتخب قوي، صحيح المنتخب الدنماركي عنده حركيه وكاسح نوعا ما، لكن راهو في كاس العالم التاريخ يحكم برشا في اللعبه. راهو المنتخب الدنماركي كيف المنتخب التونسي مترشح 6 مرات لكاس العالم، راهو المنتخب الدنماركي ما عندوش حتى انجاز في كاس العالم. دونك ما غير ما نخاف ونحاول نلعب المباراه اللي نجموا نلعبوها بدفاع حسين، نلعبوا على حقيقه امكانيات نتاعنا، نحاولوا نطوروا نوعا ما في الاربعه 4-2، نحاولوا نجيبوا الملاعبيه اللي عندهم في سقيهم دقائق نتاع لعب اللي نجم يجري لك 90 دقيقه ما يتعبش، ونحاولوا كيفاش نلقوا معناها ستيل دو جو يمشي مع اللعبه ضد منتخب كيما منتخب الدنمارك. هكا وصلنا للنهاية متاع الفيديو، ما بقى لي كان نقول لكم نترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.